انا وقف فوق تبع هالمره وانا فرحان بزاف حتى جيت توب 3 وشرفت المغاربه وغنسول لي كونديدا كم سؤال ويلا معي. اولا شنو هو الشعور ديالك وانت في الطوب وبعدك في الطوب وشنو هو الشعور ديالك والجمهور كيهتف اسمك وكيحبك وانك غادي في تقدم ومشرف اللبنانيين؟ بونسوار. اول شيء انا كثير مبسوط لانه شغلي عم بيلاقي نتيجه وكثير مبسوط باهلي هلا شفتهم على الطريق فهن بيعطوني الدعم وهن بيعطوني كل شيء تكرمال ضلني مكمل وضلني متابع واذا قل نهار وقعت او حسيت حالي بدي اوقع فحفكر انه انا لا انا اكبر من هيك وانا احسن من هيك وبدي اقول ويلكم باك شانتال تستاهلي يا قلبي وبدي اقول لحنان كمان ويلكم باك حبيبي بدي اقول لسعد هارد لك وانت بتستاهل كل خير وانت فنان كتير كبير وحتنجح اكيد برا بذلت مجهود كبير ان نقدم شيء مليح والحمد لله هذا شيء بالنسبه لي مجهود كبير بذلته ثاني شيء كان برايم مزيان بزاف وفرحت كي رجعت حنان بتصويت الجمهور لكن نبارك لشانتال اللي تستاهل انها ترجع ومحمد سعد نقول له بالتوفيق وانت اخذت فرصه وهذه الفرصه لازم تكون لشانتال لان اول مره تطلع نوميني واخر شيء نحكي عليها توب 5 ونقول لهم من انيس ولد بلادي اللي مشرفني بالبركه عليك ومروان وايهاب ولد بلادي ثاني كم شرفني رافائيل ومين وعباس محمد عباس نقول لهم بالبركه عليكم وولد بلادي نقول له روح واستمتع بوقتك ومتفوت ولا لحظه وجيب لي معك هذا من مصر. شكرا. اولا مبروك لشانتال ومبروك لحنان. محمد سعد طبعا غير ان هو مصري زي بس هو فعلا من الاشخاص اللي بحبها جدا في الاكاديمية ويمكن هي اللعبه بس اللي خرجته بدري لكن هو يستاهل ان هو كان يفضل للاخر فعلا وان شاء الله باذن الله انا عارف انه هيعمل حاجه كبيره بره. بالنسبه للتوب طبعا مبروك لكل التوب 5 الحمد لله ما سيبناش ولا مكان لي ولا بنت الحمد لله وكل اللي طلعوا كانوا شباب فطبعا مبروك ليهم ومبروك الحمد لله انا طلعت من التوب انت بتدخلي في المود وطبلو كتير حلو شو شعورك وكلمه لمحمد سعد واللي رجعوا للاكاديميه؟ مبدئيا انا عايزه اقول مبروك لشانتي حبيبه قلبي ما كنتش متخيله الاوضه من غيرك. حنان طبعا مبروك يا حبيبتي انت عارفه انا بموت فيكي. عايز اقول لمحمد حبيبي بالتوفيق انت فنان وصوتك جميل جدا ودي بشهاده الجميع بالتوفيق يا حبيبي دي في الاخر ده برنامج ودي لعبه ولازم كلنا نطلع في يوم من الايام. وعايز اقول لمحمد عباس الف الف مبروك يا حبيبي لدخولك التوب 5 ومسافر على مصر خدني معاك ارجوك يا محمد. يا سلام روح البنت بلادي يا رجعات. حنان بنت المغرب اللي مشرفه المغرب شنو الشعور ديالك بعد ما اخذتي 65% اعلى نسبه تصويت 66% اعلى نسبه تصويت وكنتي مكتسحه التصويت شنو الشعور ديالك وشنو تقولي ايه اللي رجعوا؟ قول انا فرحانه بزاف فرحتي ما كتوصفش والله ما نلقى ما نقول. ثاني حاجه كنبغي نشكر اي واحد ساندني وصوت ليا ودعمني كنحماق عليكم ما تقدروش تصوروا قلبي شحال كبير بكم. انا ديما كنقول واحد الجمله بكم نتوما انا كنكبر حيت انا بلا بكم فريمون ما نقدرش نزيد القدام نتوما كتعطيني قوه اكثر واكثر. ونبغي نقول صراحه فرحتي ما كتوصفش هاد الساعه. نبغي نقول ان شاء الله نكون شرفت والديا اول حاجه اليوم انا راضيه على راسي بزاف اليوم شويه الخوف ولكن ابار سا غنيت مزيان الحمد لله ونكون شرفت بلادي المغرب ونكون شرفت كاع الناس اللي كيبغوني في كاع انحاء العالم فين ما كانوا انا كنحماق عليهم. بدي اقول هارد لاك لمحمد سعد وان شاء الله شانتال وحنان بشدوا حالهم ما بعرف نشوفوا النومينيه. وبدي اقول مبروك لانيس توب 1 وبدي اقول ميرسي لمروان لانه عملنا احلى تابلو اليوم بين احلى تابلويات كلكم حلوين بس حسيت انه مش لحالي انا انه مهم طلعت وغنيت ونزلت حسيت انه انا ومروان يعني كنت اذا انا فشلت هو حيفشل واذا هو فشل انا فشلت. شعوري بالتوب 4 ان شاء الله بكفي وناخد توب 1 يا رب. وبدي اقول مبروك لخي ايهاب ومحافظ على مكانه بس ما بدنا ده المحل بدنا نتقدم
وان شاء الله مسافر انا وياه مرة الجاية. اوكي، اول حاجة انا عايزة اقول لمحمد سعد انت فنان كبير قوي، وطبعا دي مش هتت كل الاساتذة، وزعلانة قوي على خروجه بجد لاني هفتقده، وكان عامل لي يعني بجد كنت بحس ان اخويا معايا في الاكاديمي، فحبيبي ربنا يوفقه ان شاء الله في مشواره. وتانية حاجة طبعا يعني انا زعلانة جدا 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 اني خرجت من التوب 5 ورجعين يا رجعين. سوري سوري على المداخلات المزعجة حبيبي، رجعين النيرك عشان هو كان في التوب، بس انا خرجت بعدك يا حبيبي. ايه باسبوع؟ اسكت يا حبيبي، انا قعدت خمس برايم، اسكان برايم، خمس برايمات في التوب 5 وانا راب اربع برايم. بس ان شاء الله هرجع وبقوة، هعمل ايفال قوي ان شاء الله. وعايزه اقول ان انا كنت النهارده فرحانه قوي 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 ان انا غنيت مع يارا، لاني بعشقها ومن اكبر الفانز ليها، فكانت دي اكبر هديه ليا بمناسبه عيد ميلادي الاسبوع اللي فات، وان شاء الله يعني الجاي احلى. علوش، شو رايك شو احساسك انك بتغني لبلدك السعودي، واليوم بتغني على الوطن، وغنيت كثير حلو، وشو بتقول للتوب 5 ولا محمد سعد ولا قاعدين اللي قاعدين الاكاديميه؟ اول شيء شكرا ايهاب، قول لمحمد سعد حظ اوفر، وان شاء الله تو بدل مشوار، ودو بدل مشوار لك، وانت فنان وصوتك كثير حلو بشهادة كل الأساتذة. وبقول مبروك الحنان، مبروك الشانتال رجوع من الأكاديمية، إن شاء الله شدوا حيلهم أكثر ركز كثير. نسيم، وبقول مبروك لكل التوب 5، مبروك لك إيهاب، عصفور الأكاديمية، فرفور الأكاديمية، بلبل الأكاديمية، عندليب الأكاديمية بشهادة ولا حد. حبيبي نسيم، شرف تونس، قولي شو احساسك وانت بتغني للبلد، وشو اعطيك كلمه للتوب 5 واللي رجعوا من الاكاديميه، ولمحمد سعد اللي فل من الاكاديميه. كنت فرحان برشا اليوم نغني لتونس، وان شاء الله نكون شرفت بلادي، وان شاء الله نكون شرفت الوطن العربي الكل. واغنيه اليوم موطني كانت يعني تحيه للوطن العربي الكل، وان شاء الله الخير والسلام يعم على الوطن العربي الكل. ومبروك شانتال وحنان اللي رجعوا، وهارد لك محمد سعد، صوته دحفون ياسر، ومتاكد انه مش يعمل حاجه لبرا. ونروح للبرنس وللعريس زي ما بقولوا، عريس الليله وتوب 1 اللي مشرف بلده الجزائر ومسافر على مصر شرم الشيخ. اولا انا فرحان بزاف بطريقه مش طبيعيه. اكزاكتلي الحمد لله شرفت عائلتي، وقبل ما شرف عائلتي شرفت بلدي الجزائر. انا توب 1 هذه الجمعه، ان شاء الله نكمل في نفس على نفس المستوى. ما تضحكش يسر. برافو الايهاب، قاعد في توب 3. برافو لمروان، شكون ثاني؟ عباس، رافائيل، برافو ليغا. ثاني نقول هارد لك السعد، كنت حبه بزاف، انسان طيب لدرجه مش معقوله. لا خلاص خلاص، اليوم رجعنا بعد 3 برايمز غنيت انا ومابيل. اوكي جايز، وكان احلى طبلو. رجع الثنائي الحلو، ورجعت الروح لانيس، ونروح لغنوشتي الاكاديميه. غنوشتي وبحبها انا كمذيع، يعني كمذيع معروف بحبها، وبدي اسالها عن شو شعورها وانيس صديقه المقرب انه اخذ التوب، وشو رايك في البتاعات كلها؟ اول شيء بدي اقول مبروك كثير لانيس، كثير كثير انبسطت له، لان ما راح اشوفك على 3 ايام على فوق، هاي ما صارت ابدا. هتشتاقي له؟ اكيد لا. مهم، بدي اقول اكيد هارد لوك لسعد، لانه عن جد انا من الاشخاص اللي كثير هيك صادقه معهم وكثير بحبهم، وقبل بنهار كنت عم بحكي معه وكثير اثر فيي، بس بنهايه اتس جيم، وكل واحد بده يفيله كل جمعه. وكمان انبسطت كثير لكل واحد طلع بالتوب، مبروك مبروك للمذيع. ما انا كنت متوقع انا كمان اطلع، بس اطلع سما. وبنروح لشنتال، احلى شنتال مك، شو بكي شنتال، شو بكي؟ انا كثير مبسوطه انه رجعت، ومبسوطه انه اصحابي حنان وكثير وحبيبي عم يلحقني بالسيارة. حبيبي تعال الحقني، شوف اللي قرا لي. حبيبي تعال الحقني. هي مهايبرة جدا، يعمل حبي في الأكاديمية.
وبقول لكم اني مذيع يعني قابل للانضمام للمذيعين المشهورين. وبحب اقول عن جد دلوقتي بحب اقول لنفسي انا مبروك على التوب 3. وبحب اقول لحبيبي محمد انك انت جدع وانت فنان. وبحب ابارك للكل برجوع امه بتوب تيتهم. وانا مبسوط لاني مذيع وممكن بناشد كل المذيعين وكل انني قابل للاشتراك في البرنامج. يعني مش معقول يعني ما اكونش يعني من كات. خلاص كات.